مرحبا بكم معنا اخوتي في فلوق واحد اخر. هذا فلوق هذا هو عباره عن نشره انذاريه ولا فلوق توعوي، خصوصا الناس اللي كيعجبهم يخرجوا للغابات ولا يتمشوا في الغابات ولا يعملوا الهايكينغ. هاد معلومه ولا بد تعرفها باش انك تحمي راسك وتحمي الاولاد ديالك وتحمي حتى الحيوانات الاليفه ديالك. لا نظروا عليها اليوم، هي واحده من الحشرات اللي كتعتبر انها خطيره، ولكن ما كاينش واحد فكره توعويه عليها. وتفاجات انا صراحه، انا عرفتها غير ملين ولين عنده واحد بلوك بوست سبيسيال كيهضر عليه بواحد دقه كبيره. غادي نخلي لكم اللينك ديالو في الديسكريبشن. انا نحاول نعطيكم معلومات سطحيه عليه باش تقدروا تعرفوا على هذه اليرقه اكثر. هذه اليرقه هذه كتعتبر واحده يعني نتاج ديال واحد الفراشه، هي ماشي فراشه بحال حنا كنقولوا في الدارجه فارتيتو، مي واحده من بني جنسيه. اوكي كيف ما شفتوا معنا في التصاور، هذه اليرقه هذه كتعشش في اشجار ديال الصنوبر، ماشي في اي اشجار، كتعشش فقط اشجار ديال الصنوبر. وسنويا نورمالمون كانوا كيقولوا عليها انها كتخرج حتى شهر ثلاثة عاد كتخرج، ولكن دابا بحكم الاحتباس الحراري اللي كاين تقدر من راس العام، ابتداء من راس العام حتى الصيف تقدر تصادفهم في شي غابه اللي فيها شجر ديال الصنوبر. الطريقه اللي كتعيش بها هذه اليرقه هذه هما انها فاش كتكون فراشه كاستير كتختار واحده من الاشجار ديال الصنوبر وكتبيض فيها، كتبيض فيها وسبحان الله كتعمل كتحمي ديك البيضات واحد بحال الصوفه عامله بحال تينا تقدر تدوز تجيب لك الشبكه ديال العنكبوت. هي ماشي شبكه ديال العنكبوت، الشبكه ديال هذا الكائن هذا. ومن بعد كتمشي بحال الام وكيبقاو البيضات تما، ديك البيضات كيفقصوا وكيرجعوا يرقات، وهاد اليرقات هادو كيبقاو في وسط ديك العش ديالهم محميين ومدفيين، كيخرجوا تان الليل كيهبطوا باش كياكلوا وكيتمشاو عباره عن صمته، كيمشيو بحال الصمته مع بعضهم هيدا واحد من مر واحد، كيمشيو مع بعضهم حتى تقدر باش ما تخربقوش بينه وبين اليرقات اخرين. كاين يرقات اخرين كيتشابهوا، الفرق بيناتهم هو ان هذه كتعشش فقط في اشجار ديال الصنوبر وكتمشي في كيمشيو مسدفين مع بعضهم، يعني ما نقولوش متنا واحد من مر واحد، كيمشيو فواحد الصف طويل اللي يقدر يوصل حتى 2 متر اخوتي، تخيلوا معايا. اوكي شنو مال الاخطار ديالها اللي قدروا يعني شنو يالو احنا تلاقينا هذه اليرقه واحنا شفناها، شنو هو الخطر موراها؟ الخطر اخوتي اللي كاين في هذا الكائن هذا هو ان عند اليرقه عندها واحد الزغب بالكاد مرئي، تقدر تشوفوا هذوك الشعيرات هذوك هما شعيرات سامه، ديك الشعيرات سامه اذا مشاو تاذوا لك في الجلد ديالك ولا شاكوا الجلد ديالك راه على حساب انت وزهرك انت والمناعه ديالك، يقدر فقط تعمل لك طفح جلدي يعني عادي حكه عاديه، وكاين اللي يقدر كاع تنفخ له يدو وتنفخ كامل. والله يحفظ اخطر حاجه تقدر توقع لك انت كانسان بالغ هو ان ديك الشعر هذوك يمشي تادي لك عينك، واذا مشى تادي لك عينك يقدر يعميك اخوتي. هاد المعلومات اللي كنشارك معكم راه لين كيف ما عاودت قلت لكم انا في الاول ديال الفلوق، انا عاود نقولها لكم هنايا، عملت عليها واحد البحث اللي كبير بزاف حيت عندنا ايلا ثم خصناش نغامروا بايلا، وحنا يعني كنخرجوا نعملوا الهايكينغ بزاف. سو اللينك هو كاين في الديسكريبشن، سو اللي بغى يعرف اكثر اخوتي ما علينا نكملوا معكم. الخطوره ديالها على الاطفال، الخطوره ديال الاطفال الله يحفظ، اذا كان الطفل المناعه ديالو يعني ضعيفه ومشى تاداها واداته في الجسم ديالو راه تقدر تقتلو اخوتي، تقدر تقتلو، هذه صعيبه بزاف. اذا مشيتي تلاقيتي بهاد الكائنات يعني بهاد اليرقات هادو ومشات الله يحفظ الطفل ديالك ولا الحيوان الاليف ديالك تمشيت ادا بهم وبدا كيعاني من عدوى ديال السم ديالو، على حساب ما كان قالنا الطبيب البيطري ديال ايلا اللي كتعامل معاه لين، الماء البارد كيوقف يعني كيوقف السلبيات ديال العدوى، يعني كيوقف مؤقتا الى حتى تشوف الحل. يعني اذا بنك ولا الاطفال ديالك ولا الحيوان ديالك الف مشات تتأذى بهم، البيت طبيب اخوتي ايمرجنسي يجريو بهم باش حتى سينا ما عارفش المناعه ديالك ولا المناعه ديال الاطفال ديالك ولا المناعه ديال الحيوان الالف ديالك
شحال تقدر توانطال العدوى ديال هاد الحشره. مع الاسف كاين الناس اللي كيتلاقاو بهاد الحشره سماشي وكيبقاو يلعبوا بهم بالعاود يبقاو يلعبوا معاهم ما عارفينش الخطوره ديالهم ورا فريمون راه اذا مشيتو تعرف شحال خطيره راه تشوفها تخشيله. علاش؟ حيت يقدر ديك الزغب ديالو يطري في الهواء في الهواء يطري اذا يمشي هذيك فهمتي. الناس اللي كت وكيعششوا في هذا الكائن خصوصا موجود في الدول اللي عبر المحيط البحر الابيض المتوسط يعني ميديترينيان يعني الدول بحال مثلا اسبانيا كاينين هنايا على الجد. هذا علاش انا قلت لكم سبقنا جبرناهم حنايا كنا عملنا واحد سانسيت هايك مع انا ولين وجبرناهم جبرناهم في وسط العش وصورناهم كيف ما شفتوا معنا هذا الفيديو اللي بارطاجينا معكم. اوكي خوتي دابا عرفتوا شنو هو هاد اليرق عرفتوا شنو هي فين كتعشش الخطوره ديالها. اوكي دابا كيفاش تعرف واش كاينين ولا ما كاينينش فواحد المنطقه غابويه؟ اوكي باش تعرف كاينين ولا ما كاينينش دائما سي بعينك الشجر ديال الصنوبر وشوف واش تشوف واحد الصوفه بايطه. اذا شفتها من بعد عارفه وباينه كتكون باينه في وسط الغابه ملي كتكون كتمشى في وسط الغابه كتبان لك من بعد واحد الصوفه بايطه اذا مدليين عرف بلي انهم معششين كاينين في ديك الغابه. سينو حنا سبقنا عملنا واحد الهايك وير از ذات واز ذا هايك that we didn't find them. يا نافاتيكا مشينا طلعنا لقمه نافاتيكا وفيها الشجر ديال الصنابر ما جبرنا حتى شي وحده بمعنى انت وزهرك يعني تقدر تخرج ولادك مي غير باش ترد الدبال فهمتي باش ترد الدبال. حنا جبرناهم في ميخاس سيرا د ميخاس وما جبرناهمش في نافاتيكا نورمالمون قرابين ماشي بعادين بزاف ما علينا غير باش ترد الدبال. سهل انك تشوفهم من بعد في الشجر ما جبرتي والو في الشجر الغابه كامله ديالك ارعد فيها ولعب فيها واشتح فيها يا المصيبه. المهم اخوتي هذا كان فيديو توعوي باش انا بيدي ما قلتش كنعرف حتى شي حاجه عليها يعني انا بيدي كنت نقدر نصادفها في الغابه ولا كذا نقول حشره جميله بوم 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 تصدق ديك بوم 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 فيها الويل. هذا علاش اخوتي خصوصا الناس اللي عندهم اطفال كنقولها ونعاودها ردوا بال قراو بحثوا عليها اكثر. انا قلت لكم الاسم ديالها اللي جبرته بالعربيه مع الاسف ما كاينش معلومات بزاف عليها هو اليرقه العموديه. اوكي اخوتي انا نكتب لكم هنايا ونعاود نقول لكم نخلي لكم اللينك ديال بلوك ديال لين اندلسيه هايكين دوت كوم ديسكريبشن اخوتي دخلوا قراو اتعرفوا اكثر واكثر على هذا الكائن هذا. واذا كان عندكم حيوان اليف بحال ايلا حيتاش جرا خوتي كلوفيين يشوفهم يمشيو يشمشموهم ينفخو مشى بار قتلو. هنا في اسبانيا عدد كبير ديال الجرا كيموتوا سنويا بسبب هاد الحشره هادي اخوتي بسبب هاد الحشره وكيتعرضوا لينا الناس بزاف وماشي ضروري تكون في الغابه. اذا كانوا كاين شجر الصنوبر حتى في احياء يعني ديال في الشارع ردوا بال منهم. علاش؟ حيتاش لين كانت ساكنه في لاكالا دي ميخاس وكان عندهم شي شجر تمايا في مجمع سكني اللي كاين تمايا وكانوا كيكونوا فيها اخوتي كيخرجوا كيهبطوا كدوز الطوموبيله كتستعمل عليهم يقدر داك الشيء يطلع في السما. المهم اخوتي هذا الفيديو هذا كان فيديو تاعي كنتمنى انني نكون فيتكم ولو غير شويه. ردوا بال الله يحفظكم نتوما وعائلتكم وليداتكم وحيوانات اليفه ديالكم واي واحد عزيز عليكم اخوتي. كنتمنى نكونوا فدناكم ونشوفكم في فلوق واحد اخر. انا ولينو ايلا كنقول لكم بس اختار باي باي.